فتوى إخواني وأخواتي جرحت كل من استمع إليها وكل من رآها، لأنها مصورة بالفيديو على اليوتيوب، وكل من قرأ عن هذه الفتوى. هذه الفتوى تزعم أنها بالنيابة عن علماء الشام، وواضح أن أحداً من علماء الشام، والشام فيها علماء كبار، الشام فيها علماء كبار أخذوا العلم من منابعه وبأصوله وعلى أصوله، وقدمهم في العلم معروفة، قدمهم الراسخة في العلم معروفة لأهل العلم علماء الشام. يزعم الذي أفتاها وأصدرها أيها الإخوة أنه يفتي نيابة عن علماء الشام، وهو يعلم أن أحداً لم يستنبه، لذلك يعود فيقول في آخر الفتوى: وأنا سأدعو علماء الشام إلى أن يأخذوا بهذه الفتوى. إذن هم لم ينيبوك، وطبعاً واضح أنهم لا ينيبون رجلاً تخرج منه مثل هذه الفتوى في حق حرائر وشرائف وعواتق سورية. السبيل الشرعي الوحيد أو الوحيدة أيها الإخوة لمعالجة مشكلة اللاجئات السوريات، ما هي السبيل الشرعية الوحيدة؟ سمعنا عن سبل وعن وسائل خسيسة ومرذولة أيها الإخوة تتوسل رسوم الشرع وظواهر الشرع فقط في سبيل قضاء الوتر، قضاء الوتر في سبيل بسط المتعة واللذة لأناس فارغين بطالين كبار في السن، يتزوجون بنيات، بنات في أسنان الزهور، في أسنان بناتهم أو ربما حفيداتهم، يزعمون هذا شرع أحله الله، شرع وأحله الله تبارك وتعالى، هذا شرع الله، ثم يطلقهن من قريب، يتزوج شهراً شهرين ثم يطلق، ويتزوج بكراً أخرى، شرع الله، شرع الله، هذا شرع الله، ولهذا أريد شرع الله، وهذه ثمار ونتائج شرع الله، ثمار ونتائج شرع الله تبارك وتعالى. لكن هذه الفتوى تتجاوز بمراحل هذا السخف كله. السبيل الوحيدة أيها الإخوة لمعالجة مشكلة اللاجئات السوريات، شرائف وحرائر سورية، أن تأتي الواحدة إلى الرجل المسلم القادر على النفقة والكسوة والسترة بتعبير الشيخ أيها الإخوة، وتقول له: ملكتك نفسي، تهب نفسها ملك يمين الله، تملك نفسها له. قال: وبهذه الطريقة تصبح داخلة في ملك يمينه، في ملك يمينه، فيمكن أن يتملك بهذه الطريقة عاد 10 من حرائر سورية، 20، 30، 100، 200، لا حد طبعا، لا حد لملك اليمين، إن شاء الله 1000، مثل خلفاء بني العباس، مثل خلفاء بني العباس، جيبك وما يعطيك، عندك قدرة تدفع، قدرة تشتري، تدفع ثمن هؤلاء الشريفات، اشتري. سبيل شرعية وحيدة، لا سبيل إلا هذه السبيل لحل أزمة أخواتنا السوريات. إن لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجرنا، عظم الله أجرنا في من يتكلم باسم ديننا وباسم شرعنا، ولن نقول عظم الله أجرنا في هذا الدين، لأن هذا الدين خالد باق إن شاء الله تعالى، هذا الدين خالد باق، لكن عظم الله أجرنا في من يفتأت بالكلام باسم هذا الدين. سنعود إن شاء الله أيها الإخوة إلى عهود ملك اليمين. قال لك: أدلة شرعية، الرجل الشيخ لا يتكلم من عندياته، لا يتكلم من بنات أفكاره، يفرغ عن منطق الشرع، يستلهم النص، وقد صح في النص عن المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يوضع الجهل وأن 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 يقل الرجال ويكثر أو تكثر النساء، حتى يكون للرجل الواحد 50 امرأة، أو حتى يكون للـ50 امرأة
قيم واحد يقوم على أمرهن. قال لك هذا هو يعني شو يعني بالزواج أربعة، الحد الأعلى للزواج الشرعي أربعة، فكيف خمسون؟ إذن هذا ملك اليمين، ما لهاش تفسير، قال دليل شرعي. وحتى يرى الرجل في البخاري يتبعه أربعون من النساء يلذن به، وحتى يرى الرجل يتبعه أربعون من النساء يلذن به، كيف طيب؟ هاي قال لك هذه ملك اليمين، ملك اليمين. قال لك أدلة شرعية. أول شيء إخواني وأخواتي، وطبعا يعني للأسف قد نجد أنفسنا مضطرين أن نجاري هذا الشيخ الذي جعل نفسه مفتيا، وسبحان الله من نصبك مفتيا؟ السعيد من كفي بغيره. وبعدين حتى لو أردت، لو اشتهيت، أحببت أن تفتي، هناك سبل أخرى كثيرة لإفتاء في هذه المسألة، أقعد وآصل وأكرم وأعلم وأزكى وألقن وأتقن، وسوف نرى بعد قليل. سبيل شرعية واحدة؟ هذه سبيل شرعية؟ أيضا هي ليست سبيلا أصلا، ليست سبيلا أصلا، فضلا عن أن تكون وحيدة. كيف وحيدة؟ هذه السبيل الشرعية الوحيدة؟ طبعا للإنصاف الرجل لا ندري بعد كم عاد فاعتذر عن هذه الفتوى، قال سحبتها وأنا قد أفتي يعني بالغداء، لكن هو لم يسحب، ثم أعود بالعشية، لم يسحب الفتوى لأنه تبين له الخطأ، الخطأ في الفتوى مبنى ومعنى شكلا ومضمونا، وإنما لأنها استغلت بطريقة كانت لها آثار سيئة جدا وفساد، آثار سيئة الآثار، لكن الفتوى شرعية ومؤصلة بالدليل. لا، مش شرعية ومش مؤصلة، ولا علاقة لها بالدليل، ولا علاقة لها بالدليل. لماذا؟ أول شيء، النبي حين تحدث عن هذا الشرط من أشراط الساعة ذكر بشكل واضح معللاً لهذه الظاهرة، ظاهرة أيها الإخوة أن يكون للعدد من النساء للأربعين للخمسين للأكثر الأقل قيم واحد. ما هو التعليل؟ يقل الرجال ويكثر النساء. وفعلا هذه ظاهرة تتطلب حلاً، ما في كلام يعني، ماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟ يقل الرجال. واحد يقول لك تعدد الزوجات، افرض كان لا يفي، قل الرجال بطريقة بحيث كان حل تعدد الزوجات غير وافٍ، غير وافٍ بحل هذه الأزمة، ماذا تفعل؟ لابد أن نبتدع حلاً آخر ونستلهم شرع الله. هل هذه الحال واقعة؟ تقريباً عكسها هو الواقع تماماً، عكسها هو الواقع. ملايين الشباب العرب من المسلمين أيها الإخوة تحرق العزوبة أو العزوبية، مصدر صناعي من عزوبة، تحرق العزوبة أو العزوبية شبابهم، أعصابهم، حياتهم، لأنهم لا يجدون ما يتزوجون. من أين لك أن النساء أكثر بكثير من الرجال وهم أقل بكثير؟ غير صحيح. ملايين الشباب يهوون يتمنون أن يجدوا من يعطيهم بعض شيء لكي يتمكنوا من تحصين أنفسهم، وشباب يا أخي شباب. لكن هذه فتاوى الشيوخ، انتبهوا، هذه فتاوى الشيوخ، فتاوى مفصلة على المقاس، فتاوى مفصلة على القد، لأن هناك من في رأسهم موال. هناك أناس، أنا أقول لكم، أنا لا أتهم هذا الشيخ، حرام، أعوذ بالله، أنا لا أتهم أشخاصاً. فنرجع لصاحبنا هذا الذي زاد الطين بلة وزاد إيه؟ حنقول لك حصان بغلاً، زاد في الطنبور إيه؟ زاد في الشطرنج بغلاً. قال لك السبيل الشرعية الوحيدة تأتيك السورية، واحد إن شاء الله، واحد إن شاء الله مية، وتقول لك إحنا ملكناك أنفسنا، وتدفع لهن ثمناً مناسباً، تدفع فلوس طبعاً، أصبحت ملك يمين. وإنت إيش اللي حارق رزقك يا عدنان إبراهيم؟ هيك حيقولوا لي، طب ما جاب لك أحاديث الراجل، إيه ما فقهاء، الكل فقيه صار، كل فهمان. إيه؟ أنا أقولكم، هذا الذي تحدث عنه هذا الشيخ ليس من ملك اليمين في شيء، لا والله، وأنا أحلف على هذا، إيش رأيكم؟ لا والله، ليس هذا، ليس ملك يمين. هذا إيش هذا؟ حنشوف شو هذا. هذا ليس ملك، ولا يمكن يكون ملك يمين. وعلى كل حال، الظروف الآن ومن زمن طويل نسخت شيء اسمه ملك يمين، انتهى، هذا شيء منسوخ في حضارة الإنسان ولن يعود إلا في تهاويم وتهاويس هؤلاء المشايخ. طيب، قبل ما تفتي هذه الفتوى
انت اعمل استقراء، دراسه استقرائيه بسيطه، روح على اي مخيم في الاردن او في غير الاردن، ومري لي هيك على 100 سيده سوريه كان الله لهن بالعون والله العظيم، على 100 شريفه حره عتيقه من عتائق سوريا، اقولها ينفع؟ بدك يا اختي عندك رغبه في هالموضوع هذا انه ايه تملكي حالك ملك يمين لرجل عربي مسلم عنده قدره عنده شويه فلوس؟ نذل بن قوسين، لا نذل المسلم، شو تقول لي رجل؟ لاحد الانذال، لانه النذل هذا ما دام عنده فلوس بيقدر يزوج ايه ابن جاره ابن اخوه، هذا مش صحيح، بيقدر يزوج عشان الشباب في حارته عارفهم بدهم يتزوجوا، وشباب صغار يا حرام ذبحتهم العزوبه وهو متزوج ومخلف واولاده تزوجوا وخلفوا، شو بده في الزواج؟ شو بده في البنات الصغار؟ البيدوفيل المعقد هذا النذل، صح ولا مش صح؟ لازم نكون واضحين. وعلى فكره مش تعليقي، ادخلوا على اليوتيوب انتم واكتبوا عن الكلام هذا، قسما بالله على الاقل 90% من التعليقات تجديف في حق الدين صارت، وسب في هذا الشيخ، سب ذريع جدا جدا جدا، وطبعا كل سباب غير لائق ويتخطى اداب الاسلام تماما، نحن منه براء، قلت ادب ما بصح هيك، ناقشوا علميا ردوا عليه علميا بس بادب، ايش قلت الادب اللي احنا فيه هذه برضه قلت شبابنا قلت ادب هيك فيك وفي عرضك وامك واختك وكذا كذا، وسب في الدين يا اخواني، الناس لا تتقبل هذا، انت افهموا يا مشايخ افهموا ان شبابنا تغيروا، الله يخليكم بالله عليكم بحق الله افهموا ان المجتمعات تتغير، لكن من اين افهم اعمى كما قلت لكم يدس راسه ايه في هذه الكتب الصفراء والحمراء ولا علاقه له بواقع الناس؟ فروح اسال يا مولانا، اسال اخوات السوريات، بينفع يا اختي حابه انت عندك رغبه عندك موافقه ولا عندك مانع تملكي نفسك؟ تقول لك شو املك نفسي يعني كيف املك نفسي؟ ابيع نفسي يعني؟ اقول لك بفلوس ملكته، بيع زي ملكته كساعتي ب 20 يورو ولا كذا، نفس الشيء بيعي نفسك لرجل عنده القدره وبعدين يكون زوجة له؟ لا، هو في الحقيقة طبعا الشيخ الأفتى ثلاث مرات على الأقل، وحتى لما اعتذر كمان هو لا يفرق بين الزواج وملك اليمين، بل يقول زواج ملك اليمين عبارة لا علاقة لها بالفقه بالمرة، الزواج شيء يا مولانا إذا سمعني الزواج شيء وملك اليمين شيء، الله يخليك ما تقول ليش زواج ملك اليمين، إيش الكلام هذا؟ أي فقه هذا يا أخي؟ الزواج شيء وملك اليمين شيء، لا يقال زواج ملك اليمين ابدا، اذا كان زواجا فهو ليس ملك يمين، واذا كان ملك يمين فهو ليس زواجا، هذا شيء وهذا شيء، ايش الفرق بينهم؟ حقول له ارجع لبسائط كتب الفقه حتفهم الفرق، شيء مش عارف حتى الفرق بين بفتي ونيابه عن علماء الشام، وبجرح شعور الاخوات، بجرح شعور كل مسلم والله ومسلمه، بجرح شعوره تماما باذينا فوق العار اللي احنا فيه والدمار هذا، تطلع من الفتاوى زي هذه خلاص صعب. ستقول لك، انا اقول لك، انا متاكد تقريبا 99% من السوريات، وصعب تلاقي 1% الا ان تكون غلبت على عقلها يعني، او غلبوها على عقلها باسم الدين، تبا لك يا امه الله، هذا دين الله تبارك وتعالى، ما واحد كاتب تعليق واحد وحيد يتيم كاتب بمعنى الكلام يعني ايش، انتم مالكم ليش زعلانين؟ هذا شرع الله ومن خالف هذا فقد كفر قلنا عظم الله الأجر فيه وأمثالك، والله العظيم قال الشيخ بيحكي بدين الله، هذا دين الله، هذا ملك اليمين، فرحان الشاب هذا مسكين، شو هذا يا أخي، شو الهوس هذا؟ قال هذا شرع الله، قال والشيخ أدب الدين، ومن خالف هذا فقد كفر طبعا أمثال هؤلاء الشيوخ بطلعوا أمثال هؤلاء التلاميذ، أمثال هذه العقليات العجيبة الغريبة يا إخواني، إيه، فأنا بقول لك مش هتلاقي 1% الا ان تكون قمعت باسم الدين وخايفه، هي عندها نوع من التقوى الزائده مسكينه، تقول خلص ما دام باسم الدين ايش نعمل يعني؟ اترغبين عما شرعه الله ورسوله؟ رسول الله نكح بملك اليمين، قال تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك، الايه من سوره الاحزاب، وما ملكت يمينكم مما افاء الله عليك، هاي ملك اليمين، النبي نكح بملك اليمين، فأقول لكم 1% على الأكثر إن وجد، وأما البواقي سائر ستقول له أفضل أن أموت على أن أعيش هذه الحياة الذليلة المهينة، تريدني أن أعيش ضمن حريم من 40 و50 و60 امرأة عند هذا؟ عند رجل؟ شو الرجل هذا؟ إيش كان؟ شو هذا؟ عند سليمان الحكيم يعني؟ 60 امرأة في الحريم تبعه السلطاني؟
بفلوس، يعطيني ثمني فلوس، أموت أفضل لي من هذا. يعني هربوا من استبداد بشار ووقعوا في استبداد كهنة الدين. هذا الذي حتقول له طب أنت إيش المشكلة؟ أنا أقول لكم موضوعي ملكتك نفسي شئت أم أبيت، هذه هبة، هذه هبة، هي تهب نفسها لك. ما ينفعش يا إخوان يفهموا هذا، الله خليكم. ومن قبل سنوات بعض الناس المهوسون جنسيا، لازم نحكي هيك، بعض الناس المهوسين جنسيا بتسألوا وبيقفوا الفضائيات، بيسألوا المشايخ ينفع يا أخي أروح على بنكوك، أروح مش عارف على الهند، على بومبي، على كذا وبفلوس، وأقول لمرة ملكيني حالك، فتقول لي ملكتك حالي على 100 يورو، وبتصير ملك يمين، برجع بخليها عندي، بعمل لي حريم سلطان عبد العميد ولا 500 واحد، ينفع؟ لا ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش، لأنه هذا كان ضمن نتائج وتوالي الحروب والمعارك في المجتمعات القديمة والوسيطة. وإذاك الله قال ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، هذا حل، كان حلاً مؤقتاً، لظاهرة مؤقتاً نسخها التاريخ بفضل الله تبارك وتعالى، الحمد لله البشرية على الأقل في هذا الجانب رشدت الحمد لله. الآن لا أمريكا ولا روسيا ولا المسلمون ولا أحد يغزو أحداً وبأخذ بنات ونسوان وكلهم إماء وبقسموه على حالهم، انتهى الكلام هذا بفضل الله عز وجل، ولا بأخذ رجال منا عبيد أيضاً، ولا من صحيح، انتهى الكلام هذا، انتهى. نرجع للسبيل الوحيدة، هذا نوع من الهبة يا شيخ. واحد تقول وهذه الهبة ليست تجوز إلا لسيد العالمين عليه الصلاة وأفضل السلام، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي هاجرن معك، وبعدين إيش قال؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. واحد وحيد كان عنده ميزة إيش؟ أن تأتي امرأة وتقول وهبت نفسي لك، وهبتك نفسي، إذا رضي يأخذها بالهبة هكذا وتصير موهوبة النبي. لكن ما ينفعش تروح على بنكوك أو بومبي أو مخيمات السوريات في سوريا وغير سوريا وتقول لها يلا قولي لي ملكتك نفسي على 200 دينار أردني ولا 150 دينار وبتصير ملك يميني وأطأك وبتكفل بحاجاتك البدنية والمادية كذا مقابل هذا الشيء. ما ينفعش أبداً أبداً أبداً. تعرف ليه؟ حتى لو كان بنفع دون هذه الوسيلة الرذلة، هذه وسيلة رذلة، ترضى هذا لأختك بالله عليك؟ أنا أقول هذا الشيخ عافاني الله وإياه، أقول له يا أخي بالله عليك لو هجر أهل بلدك أخواتك نساؤك، ترضى بهذه الفتوى، بمثل هذه الفتوى لأخواتك؟ ترضى بشيء هذا؟ ألا يجرحك هذا الشيء؟ لكن قال لك سبيل وحيدة، كيف سبيل وحيدة؟ سؤال، أين أغنياء المسلمين وهم كثر؟ لما لم يقم هذا الشيخ وأمثاله، أقامهم الله إن شاء الله من قعدتهم، وجهوا رسالة، وأنا الآن هنا أوجهها لأصحاب الملايين والملايير من خزنة العرب، خزنة الأموال، وموجودين الحمد لله، كثرة كثرة، كثر الله خير العرب المسلمين، ويقول لهم يا أغنياء العرب، يا أغنياء المسلمين، إذا لم تجد أنفسكم ببضعة ملايين لتزويج هؤلاء السوريات من شباب زيجات متكافئة، باجي بشوف البنت بلاقيها 24 سنة بنت جامعية صح؟ صبيحة جميلة طيبة من عائلة، بجيب لها شاب في مثل مستواها، شاب جامعي متعلم ومش قادر يتزوج ولا يفتح بيت ولا من صحيح، بعطيها 20,000 يورو بقول له يا ابني خذ لك شقة صغيرة وتأجر وتزوج المستورة هذه بنت الناس، شكر الله سعيك يا مولانا، 20,000 ولا شيء، هذا عندكم ملايين، إذا لم تجد أنفسكم وكززتم وشححتم وضننتم على الأقل أخرجوا زكاة أموالكم، ولا مش صحيح 2.5%، أنت عارف إيش معناها؟ يعني اللي عنده مليار لازم يطلع 25 مليون، تخيل، واللي عنده 10 مليارات بيطلع هذا ربع مليار، ربع 250 مليون، المليار الواحد، واللي عنده كذا احسبها الحكاية سهلة صح؟ بدنا زكاة أموالكم لإنقاذ شعبنا السوري المهضوم المظلوم، والله العظيم كفى أن العالم كله التقى عليه. مين وقف مع السوريين الآن؟ قل لي قل لي قل لي، حتى اللي واقفين معهم واقفين معهم عشان يذبحوهم، بدنا ناس ينقذوهم، أنقذوا هذا الشعب المظلوم المهيض المحطم المدمر، أنقذوه،
على الأقل أنقذوا هؤلاء اللاجئات واللاجئين، ولا ما صحيح؟ أموال الزكاة، أموال الزكاة يا أغنياء المسلمين، زيجات متكافئة، ولا مش صحيح؟ ها؟ ولا مش صحيح؟ ينفع